السيدات والسادة في مصر وفي كل أنحاء العالم، برحب بحضراتكم النهاردة من واحدة من أهم وأجمل وأعرق المدن في العالم، مدينة الأقصر. مدينة الأقصر اللي بتشهد اليوم حدث تاريخي. النهاردة في مدينة الأقصر عدد غير مسبوق من المراسلين الأجانب من كافة دول العالم، وعدد من القنوات والصحف العالمية اللي بتنقل معانا هذا الحدث على الهواء مباشرة. بعد قليل سيشرفنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة حرمه لبدء مراسم الاحتفال. احنا موجودين دلوقتي مع حضراتكم في معبد الأقصر، آخر طريق الاحتفالات. هنا كانت بتستقر المراكب المقدسة القادمة من معبد الكرنك في آخر طريق المواكب المعروف بطريق الكباش. معبد الأقصر واحد من أهم المعابد المصرية اللي بدأ بناؤه من أكثر من 3400 سنة على الضفة الشرقية لنهر النيل.